فالذين يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذين يطعنون بعائشة وهم الشيعة، هؤلاء يطعنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يحبها ويحب أباها، ولها مكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، مرض عندها وتوفي بين سحرها ونحرها، رأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت، ففضلها عظيم، وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل الوحي وهو على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في فراشها، ولها فضائل عظيمة. فالشيعة الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها، هؤلاء لا شك أنهم في ذلك يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذون الرسول. من آذى عائشة فقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أنزل براءتها مما اتهمت به من المنافقين، حادث الإفك، أولئك مبرؤون مما يقولون. قال جل وعلا: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة خائنة في فراشها، وإذا طعن فيها فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طعن في الله جل وعلا، وهذا كفر والعياذ بالله. فالذين لا يبرئون عائشة مما اتهمها به المنافقون، هؤلاء كفار، لأنهم مكذبون لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم.